يقول: ما مراد العلماء في نهيهم عن التوغل في علم النحو؟ وما القدر؟ إيش؟ ما مراد العلماء في نهيهم عن التوغل في علم النحو؟ لأنه يشغل عن العلوم الأخرى، يشغل عن علم الفقه، عن علم الحديث، فيشغل عن العلوم الأخرى، يأخذ من النحو قدر ما يستقيم به لسانه. ولهذا يقولون النحو مثل الملح، إذا فقده فسد الطعام، وإذا أكثر منه فسد الطعام. فلا بد من الاعتدال في هذا. نعم.